هلو بنات حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. طبعا الفيديو مالتنا اليوم كلش بسيط وحلو وسهل. قبل ما نبدأ الفيديو مالتنا، الفيديو اليوم مالتنا هو يحكي الحالة. دا اطبق فيديو قدامكم، تقدرون كل وحدة بيكم بالبيت تطبق هذا الفيديو وتسوي مثل هاي التسريحة البسيطة اللطيفة الحلوة، ممكن نستخدمها بالاعراس، بالمناسبات، بالحفلات، بأي كان. قبل ما نبدأ الفيديو مالتنا بنات، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. وطبعا بذاك الفيديو انا قلت راح اختار تعليق حلو وشنو اشتغل بالفيديو الجاي، راح تكون هدية، راح يكون جهاز بيرمن ومشط اكيد كوكو وسبري واكيد كل الاغراض اللي استخدمتهم بهذا الفيديو، يعني اغراض تسريحة اليوم. طبعا بنات، بدون ما استخدم حشوة، بدون ما استخدم اسفنجة، بدون ما استخدم اي شيء للشعر، حتى بدون لا اسشورة، يعني تسريحة سريعة ولطيفة وبسرعة. مثل ما تشوفون انا قاسمة الشعر وشديت الشعر بهالطريقة، وبعدها راح اجي اخذ القسم اللي خليته من قدام كله انفشه اللي ورا تنفيش. الفيديو هذا مالتنا بنات طبعا تعليمي وكلش همينه هادئ وحلو، تقدرون حتى انتو بالبيت تطبقوا. اليوم ان شاء الله هذا الفيديو مالتنا راح بعد العرض، يعني اكيد بعد ما انزل هذا الفيديو راح انزل على المنتدى التعليق الحلو اللي اختاره، وراح اخلي همينه الهدايا وان شاء الله يا ربي توصلها وتستمتع بيهم وتتونس بيهم. طبعا بنات، الفيديو مالتنا مثل ما قلت لكم هو يشرح نفسه بنفسه، ما سوينا شيء صعب، ما سوينا شيء ما نقدر نسويه. مثل ما تشوفون شدينا الشعر، بس الشدة تقريبا شوية خلوها عالية حتى تطلع عندكم رفعة بالشعر حلوة. مثل ما تشوفون دا ننفش، ومستخدمة مشط وسبري وبس، يعني ما مستخدمة اي شيء ثاني. راح نكمل الشعر كله بهالطريقة هذه ونطلع لكم تسريحة حلوة ولطيفة وهادئة، وتقدرون تستخدموها بكل المناسبات. شنو بعد انه بجيت اقولكم، اذا تحبون اكثف لكم من هاي الفيديوهات، من ان شاء الله راح اكثف لكم من هاي الفيديوهات. اتمنى يعجبكم الفيديو وتعجبكم النتيجة. وخلي شنو اقولكم بعد، اكيد همين الفيديو الجاي شنو راح اشتغل بيه، مواد راح تكون هدية اني اختارها، التعليق او اي خلينا نقول تعليق يعجبني او تعليق حلو او اي، يعني اختار تعليق انا من بين التعليقات. لهذا بنات شاركوا القناة وشاركوا الفيديو حتى أكثر البنات يستفادون هم من النصائح وهمين من الهدايا اللي راح نقدمها احنا. مثل ما قلت لكم بنات، الفيديو هو شارح نفسه بنفسه، راح اخلي لكم اياه على طبيعته، مجرد انتو تشوفون نظريا. اتمنى يعجبكم الفيديو، اذا عجبكم الفيديو خلوا لي لايك واشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد، وقولوا لي ارائكم بالتعليقات اذا كان الفيديو حلو. احبكم كل شيء هواية، واشوفكم بالفيديوهات الجاية ان شاء الله.